تحدث حسب مقتضيات الوضع اللي احنا بنكون فيه. بعديها قبل اي منخفض يتم عقد لجنه الدفاع المدني برئاسه طلبه المحافظ لتنفيذ بنود هذه التعليمات. يعني تعليمات موجوده لكن يتم التاكيد عليها حسب مقتضيات الوضع وخلال موجه الثلج. حقيقه اثناء تراكم الثلوج في منطقه عجلون وبالاخص المناطق اللي بتشهد كثافه عاليه من تساقط الثلوج، تلقى بلاغات عن طريق نظام الكاد 911. اكثر البلاغات اللي متعامل فيها حقيقه هي انقاذ محاصرين، بالإضافة إلى بعض حالات الولادة، بالإضافة إلى بعض حالات غسيل الكلى نتعامل معها. يتم التنسيق من خلال إدارة غرفة العمليات، الاتصال مع حالات غسيل الكلى، يتم نقل الحالات من البيوت إلى داخل المنطقة. والناس عم تستعد وعم تشتري مواد تموينية، بس أنا بتخيل الأهم من المواد التموينية هي كيف تستعد في بيتها، فأنت شو استعداداتك في منزلك؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا الواحد لازم ياخذ احتياطاته في المنخفضات الجويه اللي عم توصل لبلدنا، والله يحمي بلدنا امنا دائما. بتصور في تصرفات خاطئه دائما بتكون من الناس في ايام الشتاء والثلج. اولا الواحد يشوف سطح البيت اذا كان في عليه اي شغلات بتطاير من الواح، زينكو، اخشاب، شغلات زي هيك بلاش تطير على السيارات او على الماره، يعني لا سمح الله ممكن انها تؤدي الى اصابه بعض الناس. هو طبعا اهم شيء انه الواحد يتدفى، بدك تعرف كيف تجيب الصبات، كيف يعني تحطي. اهم شيء انه بالذات بالليل لازم الواحد يسكرهم مزبوط قبل ما ينام، يفتح الشبابيك، حتى الافضل انه يفتح شبابيك بالليل لو للصبح، هم بالذات غرفه